السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي الأعزاء. درسنا لهذه الساعة راح تكون يونت 1 لسن 7، الوحدة الأولى، الدرس السابع، وعنوان الدرس Making Sentences More Polite، جعل الجمل أكثر تأدبا أو تهذيبا. أعزائي، في هذا الدرس لدينا نوعين من الوصف المؤدب. هنالك الوصف المؤدب للناس polite description for people، وهناك وصف آخر polite description for performance، الوصف المؤدب للعمل أو للأداء. نبدأ بالقسم الأول من الوصف المؤدب، وهو الوصف المؤدب للناس. مقدمة أعزائي تقول: When we say negative things، عندما نقول أشياء سلبية in English، في الإنجليزية، we don't want، لا نريد، to upset، أن نزعج، the reader، القارئ، or listener، أو المستمع. Here are، هنا لدينا، some ways، بعض الطرق، of making negative description، لجعل الوصف السلبي more polite، أكثر تأدبا. أعزائي، بالوصف المؤدب للناس، القسم الأول من الوصف المؤدب، لدينا طريقتين. الطريقة الأولى، تحفظ وياي هذه القاعدة. He is، إشارة إلى ذكر. She is، إشارة إلى الأنثى. He is، يعني الفاعل هي والفعل is. She is، يعني الفاعل she والفعل is. ثم التكملة، a bit، معناها قليلا، زائد نفس الصفة. هاي الطريقة الأولى، he is، she is، a bit، زائد نفس الصفة. ناخذ مثال، she is short، هي تكون قصيرة. هذا وصف سلبي يقصد به الاستهزاء. بالامتحان الوزاري عزيزي راح ينطيك she is ويتوقف، يعطيك الفاعل والفعل ويتوقف، والمطلب يكون make the sentence more polite، اجعل الجملة أكثر تأدبا. إذا أعطاك she is وتوقف، معناها أنه يطلب منك هذه الطريقة، فراح يكون الجواب she is a bit short، هي تكون نوعا ما أو قصيرة قليلا. الطريقة الثانية أعزائي، أو القاعدة الثانية في الوصف المؤدب للناس، هي he is، she is، not very، زائد عكس الصفة. he is فاعل وفعل، she is فاعل وفعل، not very معناها ليس جدا، ثم عكس الصفة الموجودة في السؤال. خلينا نشوف المثال التالي، she is lazy، هي كسولة، ومعطيك الحل she is not، معناها يريد منك هذه الطريقة، مطيك الفاعل والفعل ونوت، معناها يريد هذه القاعدة. وفي المطلب يقول make the sentence more polite، اجعل الجملة أكثر تأدبا. المطلوب حفظ هذا المطلب أعزائي،
راح يكون الجواب she is not ثم very hard working. hard working يعني معناها مجتهد. النوع الثاني من الوصف المؤدب polite description، وهو polite description for a performance، الوصف المؤدب للعمل أو للأداء. وطبعا نفس المقدمة، عندما نقول أشياء سلبية في الإنجليزية نحن لا نريد أن نزعج القارئ أو المستمع، وهنا بعض الطرق في جعل الجملة أكثر تهذيبا. الوصف المؤدب للعمل أيضا فيه طريقتين. إذا كانت الجملة تحتوي على كان، لا يستطيع، لا يتمكن، يمكن الحل بطريقتين. ممكن أن نحل الجملة بطريقتين. الطريقة الأولى نفس الجملة، نفس جملة السؤال نكتبها بالجواب ونضيف عليها كلمة very well، بشكل جيد جدا. نشوف المثال التالي: he can't sing. لقينا can't، هو لا يستطيع الغناء. هنا يمكننا الحل بطريقتين. الطريقة الأولى he can't sing، نفس الجملة ثم نكتب very well، فيصبح الحل he can't sing very well، هو لا يستطيع الغناء بشكل جيد جدا. الطريقة الثانية أعزائي، احنا لازلنا في الجملة التي تحتوي على كان. خلينا نتعرف على الطريقة الثانية لجعل جملة كانت أكثر تأدبا. الطريقة الثانية تبدأ ب he is أو she is ثم not very good at. not very good at يعني معناها ليس جيدا جدا في، ثم نوع العمل. اتذكر هذه القاعدة واحفظها. خلينا نشوف مثال: he can't play football، هو لا يستطيع أن يلعب كرة القدم. يمكن أن نجعل الجملة أقل حدة بالطريقة الثانية، نكتب he is باعتبار الفاعل he، ثم نكتب not very good at، فتصبح الجملة هو لا يكون جيد جدا في playing football، لعب كرة القدم. أعزائي، راح واحد يسأل يقول ليش بالسؤال play وليش بالحل صارت playing؟ لأنه المطلوب تحويل الفعل إلى اسم، لعب كرة القدم، من يلعب كرة القدم إلى لعب كرة القدم، فبإضافة ing يتحول الفعل إلى اسم فعل، وهذا هو نوع العمل. أما إذا كانت جملة الوصف المؤدب للعمل تحتوي على كلمة bad، فراح يكون الحل بطريقة واحدة. نشوف القاعدة: طريقة he is she is not very good at زائد نوع العمل. يعني ما أقدر أحل جملة bad بطريقة نفس الجملة زائد very well، إنما أحلها فقط بهذه الطريقة. نشوف مثال: she is bad at football، هي سيئة في كرة القدم، لا تؤدي جيدا في كرة القدم. لجعل الجملة أقل أخف حدة، فراح نستخدم القاعدة الثانية: she is not very good at، هي لا تكون جيدة جدا في football، كرة القدم. هذا كان كل ما لدينا بخصوص قواعد الوصف المؤدب. نذهب الآن أعزائي لإكمال الدرس باستعراض تمرين رقم 3 صفحة 17 في كتب النشاط. Exercise 3 page 17 in your activity book. Complete the following sentences
أكمل الجمل التالية in a more polite way بطريقة أكثر تأدبا. المثال الأول: He is stupid. هو غبي. طبعا هذا لفظ ثقيل وصعب على الإنسان أن يتقبله، فنقول He is not very clever. هو ليس ذكيا جدا. هنا استخدمنا الطريقة الثانية: He is not very زائد عكس الصفة، stupid عكسها clever. جملة ثانية: He is lazy. هو كسول. لجعل الجملة أكثر تأدبا اخترنا القاعدة الأولى: He is a bit lazy. هو كسول بعض الشيء أو نوعا ما أو قليلا. She can't sing. في الجملتين السابقة كان الوصف المؤدب للناس، في هذه الجملة الوصف المؤدب للعمل أو للأداء. وجدنا كانت في الجملة، هي لا تستطيع الغناء. رح يكون الحل وفق الطريقة الثانية. بالإمكان الحل ضمن الطريقة الأولى، لكن في الكتاب يطلب الطريقة الثانية اللي هي She is not very good at، هي لا تكون جيدة جدا at singing في الغناء. لاحظ sing هنا فعل يغني أو تغني، هنا singing أصبحت اسم للمطلوب نوع العمل. التسلسل الرابع: He can't paint. هو لا يستطيع الرسم. هذا من الوصف المؤدب للعمل، polite description for performer. راح يكون الحل بالطريقة الأولى مثل ما طالب بالكتاب: He can't paint. نفس الجملة ونضيف لها very well. He can't paint very well. لا يستطيع الرسم جيدا. التسلسل الخامس أعزائي: She is bad at football. هي سيئة في كرة القدم. هنا أيضا وصف مؤدب للعمل، وعدنا كلمة bad فحلها راح يكون بالطريقة الثانية: She is، وضفنا لها not very good at football، في كرة القدم. She is bad at football كان السؤال، واستخدمنا الطريقة الثانية التي تحتوي على not very good at زائد نوع العمل، فأصبح الحل She is not very good at football. المثال السادس أو التسلسل السادس: She is boring. هنا الوصف المؤدب للناس وليس للعمل، هي تكون مملة. استخدمنا القاعدة الثانية: She is not much fun. much fun هو عكس boring، ممتع كثيرا. فاستخدمنا هنا القاعدة الثانية التي تقول She is ثم not much fun، ليست أو she is not very interesting، هي ليست مثيرة للاهتمام جدا. ممكن أن يكون الحل كذلك. المثال السابع: He is unfriendly. هو غير ودود، وهذا من الوصف المؤدب للناس، والجواب راح يكون بالطريقة الأولى: He is a bit unfriendly. هو نوعا ما أو بعض الشيء غير ودود، يعني نقلل من حدة الصفة. شكرا جزيلا لحسن استماعكم، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من المحاضرة، مع تمنياتي بالتوفيق والنجاح الدائم. مع السلامة.